ايدك بس متبوع. ها يعني بس امد ايدي. بس تمد ايدك حتى تدور تشوف وين الظرف. جاهز؟ بس تبدي منها مثلا جاهز. تبدا باول فتحه بدون ما تباوع بدون غش. يعني اغمض مثلا؟ يعني اوكي. لا لا تغمض. بس اريد اشوف الفتحه هسه وين اخلي يعني مثلا هنا؟ لا تغمض استاذ بس مد ايدك. ماكو. يا الله لقيت شيء؟ لا ماكو. هاي حدود الصندوق كليته ما بي. ما فارغ الصندوق؟ لا هسه احاول بلي بعدين. ننتقل للصندوق الثاني. ننتقل للصندوق الثاني. اشنو؟ دور مره ثانيه بدون ما يصير. خاف يعض هذا؟ لا ما يعض. ارنب اليف يعني كليتنا نعرف. ماكو. ماكو؟ كل شيء ماكو. للصندوق الثالث. جاهز؟ يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بدون ما خوفتني. لا لا يعني بس شو حتى ما تعرف انه شكو بالصندوق. طبعا استاذ سامر قلق شنو داخل الصندوق. شكو حي جوا ما اعرف ما عندي ادري شنو. هي هاي موجوده انت مو فريناهم ثلاثتهم. لا لا تصير شويه اشتر وتطلع المبلغ. يعني شو اريد اسوي؟ يلا يعني معقوله؟ يلا استاذ قوي قلبك. هاي مو خاطرك طبعا خاطر الايتام والله اكيد. يلا جايات منو؟ الله اعلم. الله اعلم.